السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع كما لا يخفى عليكم، وما زلنا مع الأحاديث التي يريدها المصنف رحمة الله عليه تحت باب الترغيب في مكارم الأخلاق. وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. طبعا هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها أن هذا الحديث اقتصر فيه المصنف رحمة الله عليه على هذه القطعة، وإلا الحديث طويل. ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا في آخر الحديث، وأراد التنبيه على مسألة سوء الظن وحسن الظن، سوء الظن وحسن الظن. بمعنى لو أردنا أن نضع عنوان لهذا الحديث تحت هذا الباب، باب الترغيب في مكارم الأخلاق، نقول يعني الترغيب في حسن الظن، الترغيب في حسن الظن، هذا هو المعنى. ولذلك المصنف رحمة الله عليه إنما أتى بهذه القطعة من الحديث ليشير إلى أن المسلم ينبغي أن يتخلق بحسن الظن، يتخلق بحسن الظن. الأمر الثاني شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على إيصال النفع لأمته وإبعادهم عن المزالق الخطيرة التي يعني تؤذيهم في الدنيا وتضرهم في الآخرة. ولذلك الله جل وعلا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما من خير يعلمه إلا ودلنا عليه ونبهنا عليه وأرشدنا إليه ودعانا إليه، وما من شر يعلمه إلا حذرنا ونهانا وزجرنا. أمر الآخر هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم، يعني أحذركم، هذا المعنى، أحذركم إياكم والظن، يعني السيء، الظن السيء. لأن الظن على نوعين: ظن محمود وظن مذموم، ظن محمود وظن مذموم، كما سأبين بعد قليل. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. المسألة الأخرى وهي تقسيم الظن، الظن إما يكون محمودا أو يكون مذموم، الظن إما يكون محمود أو يكون مذموم. الظن المحمود طبعا منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مستحبا ومنه ما يكون جائزا، هذا الظن المحمود. فما يكون واجبا هو الظن بالله عز وجل، إحسان الظن بالله، هذا يدخل في صميم العقيدة. ولذلك من ظن بالله ظن السوء فقد كفر والعياذ بالله، لأن هذا هو ظن المنافقين الخلص. الظن هذا ظن واجب، ظن واجب. كذلك الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني حسن الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، هذا ظن واجب، هذا ظن واجب. الظن المندوب والذي هو من أخلاق المسلم هو الظن بأهل العدالة اللي ظاهرهم العدالة، الظن الحسن، الظن الحسن، الظن بالناس اللي ظاهرهم العدالة، هذا ظن مستحب، بل قد يصل إلى الواجب، قد يصل إلى الوجوب، الظن بالناس اللي ظاهرهم العدالة. الثالث الظن الجائز. طبعا الظن الجائز يعني مثلا للمسلم أن يظن بأهل الريب وأهل التهمة وأهل الشر والعرامة ظن السوء، هذا جائز، هذا جائز، لأن قد يؤتى الإنسان من هذا الباب. ولذلك المسلم ليس بالخب وليس بالمغفل وليس بالساذج، يعني مهم جدا أن ننتبه لهذه المسألة. يعني إساءة الظن بأهل الشر والعرامة والفجور وأهل الفحش والفحشاء، هذا هذا
هذا من الظن الجائز، بل قد يصل إلى الوجوب أحيانا إذا أصبح هؤلاء يهددون الإنسان مثلا في أخلاقه، في دينه، في أولاده، مهم جدا. ولذلك مثل ما ذكرت، أنا ضربت مثال أعتقد في مجلس سابق، رجل من أهل شرب الخمر وبيده قارورة، يعني من السذاجة والغباء أني أقول هذه يمكن قارورة ماء، أصلا هو مشهور بشرب الخمر، فإساءة الظن به هذا مشروع. رجل مشهور بالفحش والخبث والفجور مثلا، ويخلو بامرأة مثلا، لا يمكن أن أحسن الظن به، أقول والله هذه أكيد والدته أو زوجته أو كذا، لأن اشتهر عنه هذا، اشتهر عنه هذا. هذا المعنى الذي يذكره العلماء، هذا المعنى الذي يذكره العلماء. شخص اشتهر بالكذب في الحديث، فنقل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، لا يجوز أن أحسن الظن به، أقول ها يمكن هذا الحديث صحيح، لا، لابد أتثبت، لابد أتثبت. كذلك هناك الظن الجائز اللي هو يدخل ضمن الفراسة، ضمن الفراسة، مثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة: إنما هو أخواك أو أختاك. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه، طبعا هذه قصة هي جاءت في سياق الوقف لما استرد ما وقفه لعائشة وما قبضته، قال: إنما هو أخواك وأختاك. وفعلا سبحان الله كانت امرأته حامل، فكانت أنثى، الحمل كان أنثى كما ظن أبو بكر وتفرس، وكان من أهل الفراسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذا هو الظن الجائز، هذا هو الظن الجائز. طبعا الظن المحرم هو سوء الظن بالله كما ذكرت، هذا يخرج من الملة. سوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج من الملة. سوء الظن بأهل العدالة هذا لا يخرج من الملة، لكنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. قد ذكر ابن حجر الهيتمي في الكبائر، ذكر على أن إساءة الظن بأهل العدالة والصلاح هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الظن. لفظة الظن في نصوص القرآن والسنة تأتي على معاني، تأتي مرادفة لليقين، مثل ما جاء في قول الله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون، يوقنون. وذكر بعض العلماء بأن لفظة الظن في القرآن تأتي بمعنى اليقين، إلا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهذه جاءت، يعني نلحظ من السياق بأن المعنى واضح، المعنى واضح لأن جاءت مقيدة. الظن يأتي بمعنى الشك، ويأتي بمعنى الاحتمال الراجح والاحتمال المرجوح، ويأتي بمعنى أيضا الكذب، يأتي بمعنى الكذب. إذن يعني الظن يأتي على معاني. هنا المقصود إياكم والظن، الظن المبني على عدم التثبت والتبين، وإنما هكذا في أهل الصلاح والخير، في أهل الصلاح والخير، هذا المعنى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والظن، يعني احذروا إساءة الظن بإخوانكم من دون تثبت ولا تبين. فإذا صدر تصرف من شخص من أهل العدالة والصلاح والخير، فيجب عليك أن تحمله على أحسن المحامل ولا تسيء الظن بأخيك، لأن الخطأ وارد على كل إنسان. ولو أن كل إنسان صدر منه قول أو فعل أو تصرف فأساءنا الظن فيه، ما بقي أحد لا يساء الظن فيه، ها؟ ما بقي أحد. ومن الذي ما ساء قط، ومن الذي له الحسنى فقط. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. وهذا لا يعني أن الإنسان يسمح له بأن يعني يضع نفسه في مواطن الريب والتهم، أو يعني يتصرف تصرف يجعل الناس يسيئون الظن فيه، لا. كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وقف مواقف الريب فلا يلومن إساءة الظن فيه، لا يلومن إساءة الظن فيه. والمقصود بأن المسلم يحسن الظن بالآخر، بمعنى أن مثلا نضرب أمثلة. طيب أنا ننزل إلى الواقع، اتصلت بصاحبك، صديقك، ابن عمك، قريبك من رحمك، ما رد عليك،
الآن عندك ظنان، الظن الأول ظن محمود والظن الثاني ظن مذموم. الظن المحمود ما هو؟ أنك تلتمس له العذر، أكيد نايم، مشغول في اجتماع، يقضي حاجة، ما انتبه، ها؟ هذا حسن الظن. الظن المذموم الذي يقدح شرارة الشيطان ما هو؟ متكبر، ما يريدني أتصل عليه، يعني ما يجعله الشيطان في نفسك، ها؟ ولذلك جارك، صديقك، صاحبك، قريبك، فحسن الظن قيمة عظيمة جدا مع أهل الصلاح ومع أهل الخير ومع أهل العدالة. شخص أردت زيارته فاعتذر منك، اعتذر، قال والله سامحني اليوم، ما أبدأ لك السبب، ها؟ يجب عليك أن تعذره، تلتمس له العذر. عنده ضيوف غيري، عنده موعد، أعطى أهله موعد، مثلا في حالة نفسية ما تسمح أن يعني يجلس معي ويتجاذب أطراف الحديث، عنده مشكلة أسرية، مرهق، متعب. لاحظ، يعني الإنسان قادر أن يلتمس العذر ويولد من هذه الأشياء الشيء الكثير. الشيطان لا، الشيطان أول ما يجعل في نفسك ما هو سوء الظن، هنا يحذر الإنسان سوء الظن. طبعا هذه طبيعة بشرية بالمناسبة، لكن المسلم اللي فعلا إيمانه متربع على عرش قلبه، ها، يكنس هذه الظنون السيئة، يكنسها ويطردها ويلفظها، ما يتقبلها القلب. واضح؟ واللي هي طبيعي، يعني الإنسان أحيانا قد تمر بشخص وتسلم عليه وما يرد عليك، ها، ما يرد عليك، يعني هنا مباشرة سينبض عرق إساءة الظن في صدرك، تقول يعني متكبر، عنده مشكلة معاي مثلا. لكن حسن الظن يمكن ما شافني، يمكن ما سمعني، يمكن في عالم آخر هو، مثل ما حصل، يقولون بأن أظن عمر بن الخطاب مر على عثمان، نعم عمر مر على عثمان فسلم عليه ما رد عليه، فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق يشتكي، قال مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد. فطلب أبو بكر عثمان فسأله، قال ما رأيته؟ فعثمان رضي الله عنه قال كنت مشغول، يعني باله مشغول. شو أحيانا بعض الناس سبحان الله العظيم إذا كان مشغول بشيء، هذا الشيء صورته أمامه، ما كأنه يرى أحد. فاعتذر عثمان قال ما رأيته، ما سمعت ولا مرة. وهذا كثير ما يحصل، كثير ما يحصل. وبعض الناس مثل ما يقول للشخص، يقول سلمت على واحد من بعيد ما رد علي، فتبين بأن نظره ضعيف. لاحظ، نظره ضعيف، ما شاف، ما شاف. وأحيانا سبحان الله هذا يحصل بعض الناس في لما يطلعون من مكان فيه مثلا يعني عدد كبير مثل المسجد، فيطلع الجمع واحد يسلم على الثاني ما يرد عليه، لماذا؟ لأنه يعتقد بأنه ما يقصده، يقصد اللي وراه واللي على جنبه. أنا أقصد هالأمثلة هذه أننا نغلب دائما حسن الظن، نغلب دائما حسن الظن، ولا نغلب إساءة الظن، ولا نغلب إساءة الظن، فإن الظن أكذب الحديث. هذه حقيقة، أكذب الحديث استشكلت على كثير من أهل العلم، كيف الظن أكذب الحديث؟ حتى إن الحافظ رحمة الله عليه بن حجر قال بأن استشكلت هذه، وقد استشكلت تسمية الظن حديثا، الظن حديث نفس طبعا، فكيف يكون أكذب الحديث؟ فأجيب بأن المراد عدم مطابقة الواقع، سواء كان قولا أو فعلا، عدم مطابقة الواقع سواء كان قولا أو فعلا. ويحتمل أن يكون المراد ما ينشأ عن الظن، يعني ما ينشأ عنه من تصرف، فوصف الظن به مجازا. وبعض العلماء ذهب إلى أن المقصود بأن الظن أكذب الحديث لأنه حديث نفس يلقيه الشيطان، ولذلك كان أكذب الحديث، فالظن حديث نفس من الشيطان، فأصبح هنا أكذب الحديث. وقيل بأن إثم هذا الظن السيء أكبر من إثم الكذب في الحديث، هكذا قالوا، يعني الإثم
لأنه مرض هذا وذنب، ويصدر وينشأ عنه عمل، وينشأ عنه عمل، فهو أشد إثما من الكذب في الحديث. وقيل بأن المظنونات يقع الكذب فيها أكثر من المجزومات، أكثر من المجزومات. طبيعة الحال هذا من يعني الأمور التي يجب على المسلم أن يتنبه لها، وأن يحمل الناس على أحسن المحامل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يعني إذا من ظن بأخيه سوءا أو رأى من أخيه شيء فلا يظنن به سوءا، وليحمله على أحسن المحامل، وليلتمس له العذر، فإن لم يجد يتهم نفسه، فإن لم يجد يتهم نفسه. هذا هو المنهج الصحيح الذي فيه. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس يعيشون أزمات نفسية وقلق. لماذا؟ لأنه يقدم دائما سوء الظن، دائما يقدم سوء الظن. وللأسف، وهذه حقيقة أنبه إخواني عليها، أن بعض الناس لديه قراءات مثلا في كتب الأدب وفي كتب الشعر وفي كتب كذا، أحيانا يأخذ منها المنهج والمسلك، وهذا غلط. يعني كتب الأدب وكتب الشعر فيها الحق والباطل، فيها الصحيح والسقيم. أنت تأخذ الحق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوجد مثلا، يوجد عند بعض الأدباء وبعض الشعراء دعوة إلى إساءة الظن بالجميع، دعوة إلى إساءة الظن بالجميع، حتى يقول قائلهم: لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن، ما رمى الأنفس في مكروهها أسفا أقوى من الظن الحسن. هذا الشعر موجود، فإذا قرأه الإنسان بمعزل عن النصوص الشرعية سيسيء الظن بكل أحد، بزوجته، بأولاده، بوالديه، بإخوانه، بجيرانه، بأصدقائه، بزملائه، بكل جميع الناس. هذا غلط، هذا غير صحيح. وأيضا يذكرون بعض الأقوال، مثلا يقولون مثل قول علي رضي الله عنه: من حسن ظنه في الناس كثرت ندامته. هكذا يطلقون مثل هذه العبارة، وإنما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من حسن ظنه في الناس السيئين كثرت ندامته. من حسن ظنه بالناس السيئين كثرت ندامته، صحبة الأشرار مثلا، شخص مشهور بالشر والفجور، تصحبه تقول يمكن، لا يمكن قصده كذا، أكيد تكثر ندامتك. شخص مثلا مشهور بالفجور فأدخلته بيتك وتقول: لا يعني أحسن الظن به، تكثر ندامتك. شخص مشهور بالنصب والاحتيال على الناس، مشهور، وقال لك: إيش رأيك تدخل معي في شراكة؟ فقلت: إن شاء الله، لا معايا أكيد غير، بيخسرك، ها، تفلس من ورائي. هذا الذي قصده علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة لحسن الظن ينشأ أولا من الإيمان بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى، ينشأ أيضا من النزوع إلى نصوص الوحيين الشريفين ومعرفة الظن السيء والظن الحسن، ينشأ أيضا من ثقة الإنسان بنفسه ورجاحة عقله أيضا لما يميز بين الأمور ويعطي الأمور التراتيب المناسبة لها، ينشأ أيضا من صحبة العلماء ومرافقة الأخيار والصالحين. هذا كله مما ينشأ أيضا من الرغبة في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا محاسبة النفس. يعني كما أنه يريد من الناس أن يحسنوا الظن فيه، الناس كذلك يريدون ويطلبون. أمر آخر أن ضد حسن الظن إساءة الظن، وسوء الظن هذا لا يأتي إلا من مسائل كثيرة: ضعف الإيمان، عدم الارتباط بنصوص الوحيين الشريفين، أيضا قد يصدر والعياذ بالله من الصحبة السيئة. يوجد بعض الناس يعديك والعياذ بالله ببعض الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة عدوى، الصاحب ساحب والطباع سراقة. فبعض الناس بريء وسليم لما عاشر بعض هؤلاء الذين يسكنهم سوء الظن وهم مرضى به، يعني أصابته العدوى. وأيضا عدم صحبة الأخيار والصالحين
الذين يمنحونك مثل هذه الأخلاق بتعاملهم بمرافقتهم بمصاحبتهم. ولذلك المقصود بأن المسلم ينبغي له أن يحسن الظن بالآخرين، أما أهل الشر والعرامة والفجور فهؤلاء إساءة الظن فيهم من الدين، لأن إذا أحسننا الظن فيهم ربما عاد ضررهم علينا وعلى الآخرين. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متفق عليه. هذا حديث عظيم فيه بيان آداب المسلم والمسلمين عموما في قضية الجلوس خارج البيت أو الجلوس في الطرقات والأماكن. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت حريص على هداية أمته وإيصال النصح وإيصال الخير إليهم بنصحهم ووعظهم وتذكيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم، يعني أحذركم، والجلوس بالطرقات. الطرقات جمع طريق، وسمي الطريق طريقا لأن الأقدام تطرقه، فالطريق هو محل المارة ذهابا وإيابا ومحل الناس، على خلاف البيوت. البيوت جعلها الله أكنانا وسكنا وراحة للإنسان، يعني البيت. أما الطريق فهذا محل الناس وللدواب ولوسائل النقل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الجلوس في الطرقات أو بالطرقات. إذن الأصل أن الإنسان لا يجلس في الطرقات، يعني على الأرصفة مثلا أو على الأماكن يتفرج على الناس. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا. يعني الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم ضيقة جدا، فيحتاجون أن مثل ما يعبرون باللهجة العامية يتنفس، يجلس خارج البيت، لأن البيوت الضيقة سبحان الله العظيم يعني ما تجعل الإنسان يرتاح الراحة التامة. ولذلك قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا، ما لنا بد من مجالس، لأن أصلا البيت الضيق قد تكون هناك حاجة لأهل البيت، مثلا الإناث يحتاجون إلى بعض الأمور ولا يرغبون بوجود الذكور مثلا فيها، قد يكون هناك ضيوف من النساء فهذا يسبب حرج. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا، ما لنا بد من مجالس، ما لنا بد من مجالس، يعني مضطرين أن نجلس في الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى إصرارهم وأنه فعلا يحتاجون إلى الجلوس في الشارع في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حق. فقالوا: يا رسول، وما حقه؟ ما حق الطريق؟ فذكر صلى الله عليه وسلم 5 أشياء هذا حق الطريق. أولا: غض البصر. غض البصر، غض البصر عن الرجال والنساء. أما النساء فالله تعالى قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فالأصل في المسلم أنه مأمور بغض البصر عن النساء، غض البصر عن النساء إلا لضرورة أو حاجة، كما يذكرون في كتب الفقه مسألة التقاضي والشهادة وشيء من أو الخطبة، أراد خطبة امرأة. أما الرجال فيغض البصر عنهم أيضا. لماذا؟ لأنه ليس من حقه أن ينظر إلى المارة، خاصة ما يحملون في أيديه، فقد يكون يمر الجار وفي يده شيء لا يحب أن يرى أحد، لا يحب أن يرى أحد. فإذا أتبعت بصرك هذا المار فإنك ستقع في محذور وفي محظور، وربما أحرجته وأدخلت عليه الحزن، وأيضا ربما يقود إلى ماذا؟ إلى غيبة أو استهزاء أو سخرية. وهذا للأسف الشديد إذا اجتمع يعني أكثر من شخص، إذا اجتمعوا في الطريق مثلا جلسوا، يصبحون مثل البطالة، هؤلاء الذين لا شغل لهم إلا عيب الناس والسخرية بهم والاستهزاء بهم.
والنظر إليهم، فتجد مثلا يقول شوف هذا كيف يمشي، شوف هذا كيف شكله، أو شيء من هذا القبيل. ولذلك غض البصر، بمعنى أنك تغض بصرك عن الجميع، عن الجميع، ما تنظر إليهم اختيارا. أما طلبا إذا يعني ناداك ولا شيء، هذه مسألة أخرى. إذن غض البصر، غض البصر. والناس سبحان الله لأن طبيعتهم أنهم إذا مروا ورأوا مجموعة أو أشخاص ينظرون إليهم يدخل عليهم حزن ويحرجون، كما يعبرون الآن بالعامية، يصيبهم إحراج. وبعض الأحيان قد يكون الشخص يحمل حاجة في يده لا يريد من الناس أن يروها أو ينظروا إليها مثلا، أو يكون معه أهله مثلا، أو يكون معه صديق له مثلا، أو زميل، أو شخص مثلا، فغض البصر. إذن هذا هو الأمر الأول من النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحق الطريق. الثاني كف الأذى، كف الأذى. والأذى اسم جامع لكل ما يؤذي الآخرين، سواء إيذاء ماديا أو معنويا، يعني مادي يعني حسي، أو معنوي جرح المشاعر، هذه أذية، هذه أذية. ولذلك يكف الأذى، تكف أذاك عن الناس. أما الأذى الحسي مثل رمي المخلفات أو رمي الأشياء، أو يكون يجلس في مكان هو محل المارة فيضطرهم إلى الطريق الضيق، أو يضطرهم إلى أن يمشوا بجوار أو بحذاء الجدار فيتلف عليهم ملابسهم مثلا أو ثيابهم، أو مثلا يضع الكراسي مثلا في طريقهم فيتعثرون، ربما آذاهم فيضطرون أن يذهبوا من طريق آخر. والأذى المعنوي مثل النظر، مثل الكلام، نعم، مثل الاستهزاء، السخرية اللي ذكرناها قبل قليل. كف الأذى، تكف أذاك عن الناس، تكف أذاك عن الناس. قال ورد السلام، ورد السلام، لأن رد السلام واجب وابتداؤه سنة، فإذا سلم عليك رد عليه السلام. قال ترد السلام، لأن غالب الذين يجلسون في الطرقات ينشغلون بالقيل والقال، فربما أهملوا رد السلام فيأثمون. ولذلك رد السلام واجب وابتداؤه سنة. ثم قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا أيضا من حق الطريق، أنك تأمر بالمعروف. المعروف اسم جامع لكل خير، والمنكر اسم جامع لكل شر، وله مراتب. الأمر بالمعروف له مراتب، والنهي عن المنكر له مراتب. إذن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. من ذلك مثلا إذا سألك شخص عن مكان تنصح له، تدله، تقول هذا من هذا الطريق، من هذا أو هذا المكان. إذا رأيت شخص مثلا مرتكب لواقع في ذنب أو خطيئة أو معصية، تنكر عليه برفق وبلين، وتتبع الخطوات الشرعية في إنكار المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يد رجل خاتم من ذهب، قال له يعني يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فأخذه وألقاه صلى الله عليه وسلم. فقيل للرجل خذ خاتمك تمتع به، قال لا والله ما أخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر يمشي وعليه ثوب طويل مسبل، فتبعه، قال ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، ارفع ثوبك. هذا المعنى، بمعنى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. حان وقت الصلاة تقول للناس ذهبنا إلى المسجد، أمر بالمعروف. أيضا تجعل المجلس لا يخلو من ذكر الله، تقول لهم نقرأ قرآن، أحد يقرأ علينا قرآن مثلا، تقول مثلا حديث، حدثنا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. تتعاون معهم على معروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه المجالس إن لم يكن فيها شيء من ذكر الله أو لم تقم على طاعة الله فهي حسرة وندامة يوم القيامة، وترى على أصحابه، وترى على أصحابه. طبعا يمكن تتفقون معي أن المجالس هذه الآن غير موجودة إلا في القرى، يمكن في بعض القرى الصغيرة يعني تقريبا،
أما في المدن الآن أصبحت المقاهي، يجلس الناس في المقاهي، فهل تأخذ المقاهي نفس الجلوس في الطرقات؟ الجواب نعم، المقاهي التي على الأرصفة أو في طريق المارة، من جلس في مقهى يجب عليه أن يعطي الطريق حقه، وهي هذه خمس: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. النهي عن المنكر، فمهم جدا أن نفهم هذه الأشياء الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان لا يجلس في الطرقات إلا إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه، إذا احتاج إلى ذلك واضطر إليه. فمثل ما قال الصحابة: ما لنا بد من مجالس، يعني مضطرين أن نجلس في الطريق. إذا من اضطر إلى ذلك وجب عليه أن يؤدي حق الطريق، وحق الطريق هذه الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله موعدنا في المجلس القادم في شرح حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.